أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، نظمت ستارت اب بحرين النسخة الخامسة من سلسلة جولات ستارت اب بحرين الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل التمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية. وخلال الفعالية عرضت 5 شركات ناشئة بحرينية مشاريعها أمام لجنة تحكيم ضمنت عددا من الحكام الإقليميين والمحليين. وتم الإعلان عن فوز السيدة فداء توفيق مؤسس شركة مامي بود بالمركز الأول، وسوف تشارك الشركات المختارة في برنامج ريز فند للحصول على التمويل، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم في عرض مشاريعهم والحصول على التمويل اللازم لها بشكل محترف. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أحدثت تقنية الذكاء الاصطناعي نقلة في طريقة تحليل البيانات المالية وتوجيه الاستثمارات، وتعد الفوائد الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال واسعة ومتعددة، حيث أنها قد تساهم في تحديد الاتجاهات والفرص بشكل أفضل. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط بشركة XS.com. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. أستاذ أحمد، ما هي أبرز الفوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء الأسواق المالية العالمية؟ وهل يمكنك أن تشاركنا بأمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الاتجاهات والفرص في هذه الأسواق؟ طبعا اهلا وسهلا بحضرتك في البدايه استاذ المشاهدين، بشكركم على الاستضافه. حقيقه الامر يمكن ابرز الاشكال اللي بنشوف بيها نوع من انواع التغير بالنسبه للاي اي في سيطرته على مجال الاسواق الماليه هو فكره قرايه طرق جديده مختلفه للمتداول المبتدئ ان هو يقدر يعرف بيها توقعات السوق. مثلا المتداول ممكن او المستثمر ممكن ما يكونش عنده معرفه بالفاندمنتال اناليسيس، ممكن ما يكونش عنده معرفه بالتكنيكال شارت، فبالتالي قدر ان هو من خلال بعض البرامج او السكريبتات ان هو يقدر يتحكم في هذه المعلومات اللي هو يمكن ما عندوش معرفه او خبره سابقه بيها، فبالتالي بيقدر يديله النتيجه النهائيه. هذا الطريقه في التداول او الطريقه في تحليل وقراءه البيانات بتقول لك ان احنا عندنا نوع من انواع الشراء على مثلا السهم دوت او السلع دي او ايا كان، او ان هي بتقول لنا ان احنا ممكن نقدر نبيع دلوقتي على السهم ده، وبالتالي هو ما كانش عنده الخلفيه دي. طبعا ده ما يمنعش ان احنا بنقول ان هي لازم طبعا فيها نوع من انواع التدخل البشري اللي يكون موجود، لان المعلومات او النتائج دي هي قامت اصلا على فكره وتجارب سابقه موجوده في الاسواق، وبالتالي قدر ان هو المستثمر من خلال التجارب السابقه دي يقدر ان هو يتوقع بالمستقبل او يقدر ان هو يحكي الفتره المقبله في السوق. وبالتالي التوقعات يمكن الابرز حاليا ان هم مستمرين تقريبا في ما زال الاي اي او التكنولوجي سيكتور، ان هو هيكون في نوع من انواع الارتفاعات، التوقعات غريبه ومريبه فعلا على يعني لجأنا الى الذكاء الاصطناعي عن توقعاته في اسواق الاسهم عموما. ما زال هنالك طفره كبيره جدا، بتوقع ان الطفره دي تكون موجوده، وبالذات على مثلا انفيديا بتوقع ان هي ممكن توصل لحوالي 900 دولار، ما زلنا تقريبا بنتكلم عن مضاعفه جديده من الاسعار الحاليه، ودي يمكن اقل التقديرات اللي بنتحدث عنها. لكن طبعا بنتحدث دايما على مشكله ان هي يكون في نوع من انواع الفقاعه اللي ممكن تكون موجوده، ده يمكن التخوف الوحيد اللي موجود حتى الان. بالتأكيد الأستاذ أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط بشركة XS.com، شكرا جزيلا لك. تأتي صناعة الأدوية في مملكة البحرين كجزء لا يتجزأ من خطتها لتعزيز القطاع الصحي. التقرير التالي يسلط الضوء على أحد مصانع الأدوية في البحرين. في إطار حرص مملكة البحرين على تطبيق ومواكبة المعايير العالمية المتعلقة بصناعة الأدوية، جاء مصنع غولف بايوتيك كأول مصنع لتصنيع أدوية الحقن في مملكة البحرين، والذي يعمل على تصنيع مجموعة متنوعة من تركيبات الرعاية الصحية البشرية القابلة للحقن، مثل القوارير والأمبولات والمحاقن المعبأة
وبدورها حرصت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على أن يكون المصنع مستوفاً لشروط تتعلق بالأمن والسلامة والجودة وفق المعايير الدولية. كما أعلن المصنع التزامه بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير وتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات في الأسواق الرئيسية ضمن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. الهدف الرئيسي لشركة غلف بايوتيك هو تلبية معظم المتطلبات الطبية في مملكة البحرين، والهدف الثاني هو التوسع في المنتجات عبر دول مجلس التعاون الخليجي لتلبية متطلباتها. ويسعدني أن أعلن أنه قد حظينا بتقدير وزارة الصناعة والتجارة في البحرين بالتعاون والشراكة مع حكومة أبوظبي، وقد زارنا مؤخرا كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونأمل بشدة أن نبدأ في أوائل العام المقبل في وضع حجر الأساس لتصنيع اللقاحات في المصنع. In early next year, we will start the groundbreaking of a vaccine manufacturing plant. ويتوجه مصنع غلف بايوتيك لإنتاج الأدوية التي لا تتوافر في الخليج العربي والتي يكثر عليها الطلب، بالإضافة لإنتاج مواد ذات جودة تعتمد من الدول العربية والأجنبية، لتستمر مملكة البحرين في استقطاب الصناعات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.